إذا باع نخلا لم تؤبر وفيها طلع تفتح أكمامه هل يكون للبائع؟ نعم إذا ظهر يكون للبائع ولو لم يؤبر، لأنه إذا تفتح تهيأ للتأبير وبرز وظهر يكون للبائع. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل لو اشترى من بائعين والعلماء يقولون إن الرسول علق عليه الصلاة والسلام علق الحكم على التأبير من باب التغليب، من باب التغليب لا من باب اختصاص الحكم بالمعبر، وإنما إذا تفتح فإنه صار ظاهرا يرى فيكون للبائع. نعم.